ما ينذكر موضوع الموت قدامنا إذا ما نقول اسم الله وخلونا نغير الموضوع. بس فكرة الموت ما خوفت الكاتب العراقي سيان أنطوان لما نواجهها بروايته وحدها شجرة الرمان اللي سرد بيها مشاهد الموت اللي خيمت على بغداد بعد 2003 من منظور جواد اللي هو الشخصية الرئيسية بهاي الرواية. جواد كانت وظيفته هي تكفين وتغسيل الموتى. بعد الحرب زاد عدد الجثث اللي كانت توصلها مشوهة بسبب التعذيب والتمثيل اللي صار ذاك الوقت. والمي اللي كان يجري من غسل هاي الجثث كان يصب بحديقة نبتت بيها شجرة رمان. حاولوا تخيلون الصورة، كل جثة حملت قصة ساهمت بضياع أجواد بين حقيقة الحياة والموت المحتم. طبعا هاي الرواية بها أسئلة جوهرية يتناولها سنان بإبداع، بيتخيل إنه شجرة الرمان هي الوحيدة اللي تعرف الحقيقة. بينما توفيق الحكيم بمسرحيته لعبة الموت يتناول الموضوع بطريقة فلسفية لما يحسسنا إنه الشخصيات هي مو أساس القصة، هي مجرد عنصر تمثل فكرة معينة كالإنسانية والشر والجنون. تبلش القصة لما شخص يقولوا له حتموت خلال 3 أشهر وتبدي تطلع أصوله الوحشية. حسب هاي المسرحية الموت هي مو لحظة توقف القلب، لأن الإنسان ممكن يموت أكثر من مرة قبل وفاته. بالنهاية لا تخلون هاي الحلقة تسبب لكم الكآبة، وقولوا لي برأيكم إحنا شو ممكن نعطي قيمة للحياة قبل مماتنا. باي باي.